علينا آيات من الذكر الحكيم فليتفضل. ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كانوا هم السبب في هذا الجمع الطيب، فريق القوة العاملة بكفر الدوار ومحافظة البحيرة، حيث أرحب بالأستاذة رباب عبد الله مدير الشؤون المالية والإدارية نائبة عن السيد الأستاذ وكيل الوزارة وزارة القوى العاملة بالبحيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده ولا تستمنح النعم إلا بفضله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وبعد، فضيلة الدكتور صلاح، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا بنقل لحضراتكم فرصة العمل للي محتاج العمل. أنا محظوظ طبعا إن أنا أحضر مثل هذا الحد، أقول إن أنا بين أساتذتي الأفاضل الشيوخ الأفاضل، بفخر دايما إن أنا موجود في وسطهم، وبفخر إن أنا دايما ببقى متواجد وبشارك معاهم في الاحتفالات. فضيلة الشيخ صلاح الطريق بالنسبة لي أخويا كبير بتعلم منه، ودايما بيكون موجود معانا دايما وانا متواجد معاه دايما في مثل هذه الاحتفالات ومثل كثير من الاجتماعات. وبالفعل احنا يمكن كنا بعت للشيخ صلاح يبعت اسماء الناس، فبعت بطاقات الظهر رقم 17، فبرضه وسعنا الدايره شويه وخدنا اللي موجودين على قوه محافظه البحيره وطلع 69. وال 69 بالفعل تم ترشيحهم للعمل بخمس شركات، وكل شركه حاولت ان كل مجموعه كانت بتدرس مع بعض احطهم في شيء بعض او يبقوا جنب بعض، بحيث ان هم كانوا بيدرسوا مع بعض يشتغلوا في مكان العمل دول، عشان حتى يبقوا لو كانوا من منطقه واحده يقدروا يروحوا يجي الشغل في المنطقه. وبالفعل 69 اللي بعتتهم ومعالي الدكتور نهال ومعالي الدكتور صلاح، بالفعل سكناهم ويمكن جبنا مندوبين من الشركات اللي هم هيشتغلوا فيهم الاستاذ الافاضل اللي موجودين معانا دول. وكل واحد انا عامل كشف، كل واحد اسم الشركه اللي هو مترشح فيها هيتقابل مع المندوب بتاع الشركه. علمك هو ثمره الحياه، يعني دي نتيجه، العلم نتيجه احنا بنتحصل عليها ووسيله احنا بنبتغيها للتقدم. لازم يكون كلنا عندنا الرغبه في التعلم، والشيء الاساسي اللي احنا بنسعى اليه دلوقتي ان احنا بالفعل نوفر عمل. وعشان الانسان يقابل وظيفة مناسبة ليه لازم يكون على الأقل بيعرف إزاي يتعامل مع الشيء اللي قدامه. ومن داخل المعدل الثانوي الازهري بكفر الدوار بنين ارحب بالاستاذ الدكتور صلاح. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. النهارده كان في حفل تقييم وتكريم الحاصلين على شهادات محو الاميه ومنحهم فرص عمل في احد المصانع الملابس الجاهزه بكفر الدوار. حضرتك تحب تكلمنا عن الحفله النهارده وعن المجهودات المبذوله من عندكم يا فندم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد يعني انطلاقا من مبادرة الدولة في الاهتمام بالإنسان وشيادته على أعلى مستوى من الكفاءة، ودفعا لعجلة الاقتصاد والتنمية، وكان طبعا تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الدويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعادلة الأزهرية، وفضيلة الدكتور منصور أبو العدب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية منطقة البحيرة الأزهرية. ده كان رعاية الأزهر لتعليم الكبار والنهوض بيهم من خلال المعاهد الأزهرية في إدارة كفر الدوار التعليمية الأزهرية
اللي بيتشرب دراستها. ورجعنا لكم مرة أخرى طبعا في الفقرة الأخيرة، فقرة مواهب على الطريق، معي اللاعبين الجيدين لاعبي قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي. طبعا معايا اللاعب حمادة عبد الفتاح مواليد 2002 لاعب نادي الزرق. أهلا وسهلا حمادة. أهلا وسهلا بك. أخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله معايا. ومعايا اللاعب أحمد سلام مواليد 2002 لاعب نادي الزرق الرياضي أيضا. أخبارك يا مرسي؟ الحمد لله تمام. تمام؟ الحمد لله تمام. ماشي يا أحمد. ومعايا اللاعب النجم طبعا النجم اللي احترف في نادي تركيا اللاعب عبود عاشور. انا ان شاء الله حبيبي يا كابتن. الحمد لله تمام. الحمد لله. طبعا عايز اتكلم عبوده كده سريعا عن طبعا تجربتك الاحترافيه، وهل اثمرت عن ايه؟ يعني هو انا بدات يعني منذ الصغر يعني وانا صغير كده كنت بقف جون الاول يعني تمام. بدات في وادي دجله وبعد كده يعني ايام 25 يناير فطبعا قعدت في البيت وكده، وبعد كده بدات ان انا العب يعني باكات والعب قدامه كده تمام. فبدات خطوه بخطوه كده لحد ما وصلت مثلا يعني كنت في نص التعدين تمام، لعبت فتره كويسه يعني. انت فتره موجود في نص كويسين جيدين طبعا، كانت فرقه كويسه جدا يعني. وبعد كده جات لي فرصه كويسه ان انا احترف بره في تركيا. طبعا قعدت وقت قد ايه هناك؟ يعني بتاع سنه ونص. بدات لعبت فين؟ رحت انا اتعرفت طبعا اتعرفت على كابتن هناك كان كابتن انا اسمه احمد سعيد تمام يعني وصلني الكابتن سوري، ففضلت فتره معاه كده وصلني لكذا نادي يعني يعني لعبت فتره في لعبت سنه كويس يعني كويسه وكذا يعني رحت كذا حته يعني. وفتره والله الازمه بتاعت كورونا دي جت يعني يمكن ما بوظتش يعني حاجات ليا انا، ممكن جت على ناس كتير يعني هناك، بس الحمد لله يعني. الحمد لله حبيبي. حمادة عبد الفتاح قول لي كده انت يعني بدايتك كانت فين قبل ما تيجي نادي الزرقاء؟ انا بدات في اتحاد الشرطه تمام، قعدت معاهم موسم كامل. موسم كامل في اتحاد الشرطه؟ موسم كامل في اتحاد الشرطه. وبعد اتحاد الشرطه طلعت تركيا تمام، جات لي فرصه هناك رحت لعبت هناك سنه تمام، تعرفت على كابتن سوري وكده في اكاديميه برضو يعني. انت سافرت تركيا مع عبود؟ سافرت لا عبود سافرت لوحده. انا متعرف عليه هناك. هو تعرف هناك مع النادي وكده. لعبت هناك مع نادي سنه. انت مركزك ايه بقى؟ مركز سردباك. لعبت هناك سنه بالظبط ونزلت عشان ازمه كورونا وكده تمام. قول لي كده يا احمد السلام انت بدات فين؟ انا اول ما بدات في طنطا. في طنطا؟ اه. انت لعبت في طنطا قبل ما تيجي الزرقاء؟ لعبت موسمين في طنطا. لعبت موسمين في طنطا ولعبت موسم في بورت السويس. يعني الموسمين في طنطا يعني انت لسه مركزك ايه بقى في الملعب؟ بلعب هاف شمال وصانع لعب. صانع لعب. قول لي عبوده كده يعني تطلعاتك في الفتره القادمه ايه بقى؟ انت واخد نادي الزرقاء كمحطه مثلا ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله يعني، وباذن الله يعني ناوي ان انا باذن الله اشد حيلي كده مع طبعا بسط الفريق الاول يعني باذن الله السنه دي اكون عامل حاجه للفريق الاول يعني ان شاء الله وباذن الله اعمل حاجه كويسه. قول لي حماده كده تطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله يعني حابب تكون ايه وفين؟ طبعا ان شاء الله انا حابب اكون في حاجه كويسه تمام. منطقة كويسة. أنا إن شاء الله حاليا بلعب مع 99 تمام. أنتوا مصعدين لـ 99 99 تمام. والكابتن فرجة كان بيتكلم معانا قريب على سلاح المساعد فوق برضه، وإن شاء الله اللي جاي أحسن يعني. قول لي كده بالنسبة لبرضه تطلعاتك في الفترة القادمة إيه بقى؟ أنا حاليا دلوقتي صعدت 2099 يعني أنت برضه مع الـ 2099 وبتشارك معاهم؟ المباراة بدأت ولا الأسبوع اللي جاي؟ لا لسه الأسبوع اللي جاي أحمد تقارير إن شاء الله. أحمد وحماد أنا اتمرنوا معايا فترة يعني. عبود قول لي كده قبل ما اختم قول لي كده حابب توجه شكر لمين في المجال الرياضي؟ طبعا اول حاجه والدي تمام ده يعني انا من عمر ما انساله يعني جميله عليا وفضله طبعا وامي واخواتي طبعا يعني وقف في ظهري كتير يعني هو السند بعد ربنا ربنا يوفقك وربنا يبارك لي فيه يا رب باذن الله وفرح ان شاء الله. قول لي حماده كده برضه حابب توجه شكر اخير طبعا لابويا وامي لان هم الاكثر من حد وقف جنبي بجد سندوك طبعا في حياتي سندوني في حياتي كتير يعني من غيرهم ما كنتش هعمل اي حاجه تمام. وانت احمد السلام اكيد يعني والدي ووالدتي يعني من غيرهم ما كنتش هعمل حاجه ان شاء الله كده نشوفكم باذن الله كده باذن الله يعني في المقدمه باذن الله كده. ومباراه الدوري بقى عايزين يعني حاجه كويسه ان شاء الله كده ان شاء الله باذن الله كده عايزكم تجيبوا هدافين بالرغم ان انت سندوك طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر اللاعبين المميزين اللاعبين جيدين فعلا اللاعب حماده
عبد الفتاح واللاعب احمد سلام واللاعب عبدودة عاشور من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بنادي الزرق ابيض. طبعا قبل ما اختم بنوه ان عربه الاسعاف هتفشل مسابقات الناشئين بمنطقه القاهره، هي وجوبي والزاميه ولكن يتحملها الاتحاد المصري لكره القدم او وزاره الشباب والرياضه، ولكن الانديه ما فيش موارد في ظل هذه الظروف. طبعا انتظرونا ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 مساء وبرنامجكم برنامج بلاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.